السلام عليكم. في أكتوبر من العام الماضي أدرجت الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن لائحة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن، واليوم أعلنت منظمة الأمم المتحدة تقريرها بشأن انتهاكات الأطفال للعام 2018. التقرير أدرج التحالف العربي وميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية وقوات الحزم الأمني المدعومة من الإمارات في لائحة القائمة السوداء كمرتكبي انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع، وحمل التقرير التحالف العربي مسؤولية قتل 368 طفلاً وإصابة 300 آخرين، كما حمل ميليشيا الحوثي مسؤولية قتل 83 طفلاً وإصابة 241 آخرين. هذه هي المرة الأولى التي تضم فيها الحكومة الشرعية إلى القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال، في الوقت الذي يتصدر فيه التحالف والحوثيون قائمة الانتهاكات. قتل وإصابات وتجنيد إجباري وإخفاء قسري وانتهاكات أخرى يتعرض لها أطفال اليمن. وفي الوقت الذي تطلق فيها الأمم المتحدة لوائح سوداء، يغيب الضغط الفعلي على هذه الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنيب المدنيين ويلات الحرب. هل تعالج الأمم المتحدة الأسباب أم تتحدث عن النتائج؟ هل هذه اللوائح الدورية تهدف إلى حماية المدنيين وتقليل الانتهاكات أم تستخدم فقط للابتزاز السياسي الدولي؟ أين موقف التحالف والحكومة الشرعية من هذا الإدراج الأممي؟ وأيضاً لماذا لا يتم التركيز على آلاف الأطفال الذين يزج بهم الحوثيون إلى الجبهات ويستخدمونهم كوقود لحربهم على الدولة؟ أين أطفال تعز الذين تقتنصهم الميليشيا بشكل شبه يومي من المشهد الأممي والدولي؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في مسائنا اليمني لهذا اليوم، فإلى التقرير. قائمة سوداء للأمم المتحدة في تقرير للمنظمة بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات القائمة في اليمن. شملت القائمة ميليشيا الحوثي والتحالف العربي والحكومة اليمنية والحزام الأمني الذي يموله نظام أبو ظبي، إلا أن دلالة توقيت التقرير الأممي تزامن مع جدل دولي حول المعارك الدائرة في الحديدة. الأمم المتحدة حملت التحالف مسؤولية مقتل 368 طفلاً وإصابة 300 آخرين، واتهمته بانتهاك حقوق الأطفال. وحملت المنظمة الدولية جماعة الحوثيين مسؤولية مقتل 83 طفلاً وإصابة 241، بينما لم ترد الأرقام المتعلقة بانتهاكات الحكومة اليمنية لحقوق الأطفال. هذه هي الإدانة الثانية من الأمم المتحدة للتحالف العربي بعد الإدانة الأممية في أكتوبر من العام الماضي، التي بموجبها تم وضع التحالف العربي ضمن لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال اليمن، بجانب ميليشيا الحوثي التي أصدرت ضدها قرارات دولية وعقوبات. بحسب متابعين، فإن إدراج التحالف والقوات اليمنية ضمن اللائحة السوداء في هذا التوقيت هو بمثابة رد أممي على إصرار التحالف العربي على المضي نحو السيطرة على الحديدة، متجاوزاً التحذيرات الأممية الرافضة لاقتحام المدينة. ويعد الأمر ورقة ضغط سياسية أكثر من كونها انحيازاً أممياً للضحايا. إدراج الحكومة إلى جانب ميليشيا الحوثي في القائمة السوداء أمر قد يترتب عليه تداعيات كثيرة، من بينها أن التقرير الأممي جزء من عملية الضغط للذهاب نحو المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وبموجبها يجري المبعوث الأممي الثالث إلى اليمن مارتن جريفيث تحركات وتنقلات بين الرياض وعدن وصنعاء. ويبقى السؤال الذي يطرحه متابعون متعلقا بالحكومة الشرعية، فوفق التقرير الأممي تحولت الحكومة إلى طرف مدان، إلا أنه تغافل عن الانتهاكات الواسعة والمستمرة تجاه حقوق الأطفال من قبل ميليشيا الحوثي التي جندت الآلاف منهم، فيما تفرج الحكومة عنهم وتعيد تأهيلهم. لمناقشة هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية، مساء الخير دكتور فيصل. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدون.
أهلا بك معنا دكتور. اليوم الأمم المتحدة تدرج التحالف والحكومة وميليشيا الحوثي وقوات الحزام الأمني أيضا في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق نزاعات لعام 2018، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ للحقيقة التصنيف كان ظالما، وإدراك الحكومة التي لا تمتلك القرار على الأرض وهي ضحية وليست جلادا هو سيسهم في الإساءة إلى الحكومة مستقبلا، باعتبار أن الحوثيين كجماعة انقلابية هم إلى زوال، والتحالف وجوده في اليمن هو تحالف وجود وقتي، بينما تبقى الحكومة كسلطة كممثلة للسلطة الشرعية هي المتضررة من هذا التصنيف. كذلك هذا التصنيف خلا من العدل، باعتبار أن الحكومة لم تكن طرفا في الانقلاب، لم تنقلب على نفسها، وإنما هناك طرف ارتكب إجراما في حق الشعب اليمني بأكمله وتسبب بهذا الدمار، والحكومة إلى الآن مصادر سيادتها وسلطانها بيد دول التحالف، وهي إلى الآن لم تسترد هذا السلطان وهذه السيادة حتى يمكن الحكم عليها بهذا الحكم الجائر. يعني هو تصنيف مشبوه. نعم، لكن هل تعتقد دكتور فيصل يعني أن إدراج الحكومة الشرعية له علاقة بأن ارتكبت بعض المخالفات في أراضي محررة تتبع الحكومة الشرعية وإن لم تكن هي من تسيطر عليها ولكن بالاسم هي تتبعها؟ التبعية الجغرافية المحررة لا تعني بالتأكيد خضوعها لسلطان الحكومة، لأن الحكومة إلى الآن لم تسترد قلنا سلطانها على الأرض، وحدثت بسبب هذا الفراغ حدث حضور كيانات موازية للسلطة الشرعية بدعم خارجي، وكذلك أيضا حضور ميليشياوي لا يمكن السيطرة عليها، وهذه الأفعال ربما تكون أفعال جنائية تخص المتسببين بها. لا أعتقد بأن الحكومة هي يعني تخطط لمثل هذه الأفعال الإجرامية، ولكن لغيابها عن المشهد على الأرض حصل حضور أو ساهم في ظهور مثل هذه الكيانات الموازية في المناطق المحررة لترتكب أفعالا مخالفة أو أفعالا مخالفة للقانون. نعم، ولكن في نهاية الأمر الأمم المتحدة ليست معنية بمن يحكم الحكومة، دائما ما تتحدث عن أنها محررة ل 80% من الأراضي، فبالتالي هي مسؤولة على هذه الأراضي. هل للأمم المتحدة علاقة بأنها حكومة ضعيفة لم تستطع بسط سيطرتها على الأرض؟ أنا دائما أؤكد من خلال ما أراه في الواقع وما نلحظه بأن الحكومة إلى الآن طرف غائب عن المشهد. نعم. القرار مصادر بيد دول التحالف، وإذا كان هناك من إدانة فهناك طرفان يخضعان للإدانة، هما الحوثيون الذين ارتكبوا الانقلاب والحرب وتسببوا بهذه الحرب والكوارث، وكذلك دول التحالف التي صادرت قرار الحكومة الشرعية وهي تتحمل كل الآثار والنتائج المترتبة عن هذه المآسي والانتهاكات على الأرض. نعم، إذن التحالف جاء في قائمة المنتهكين دكتور، وبعدهم الحوثيين. بالتأكيد أنت اطلعت على الأرقام، تقرير حمل التحالف مسؤولية قتل 368 طفل وإصابة 300 آخرين، بينما الحوثيين حملته مسؤولية قتل 83 وإصابة 240 طفلا. كيف تقرأ هذه الأرقام؟ أولا الأرقام لا نستطيع أن نجعل منها رقما حقيقيا، هي أرقام تقديرية وفقا لما هو متوفر لطرف الأمم المتحدة، هذا أولا. ثانيا، من ارتكب من جرائم سواء ضد الأطفال أو ضد المدنيين في المناطق المحررة هي كيانات لا تخضع لسلطة الحكومة، ولا نستطيع أن نؤكد مثلا بأن المجلس الانتقالي في عدن يتبع الحكومة ويأتمر بأمره، ولا نستطيع أن نؤكد بأن أبو العباس وبعض الميليشيات في تعز تخضع للحكومة، ولا نستطيع أيضا أن في ظل حرب
أن 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 نحمل الحكومة عملية ضبط بسلطة هي مصادرة عنها يعني. نعم. إذن هل هذه القوائم برأيك لها تأثير في حماية الأطفال مستقبلا؟ أم يعني هناك من يقال يقول بأنها تستخدم فقط للابتزاز السياسي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ الحقيقة التقرير الأممي هو تقرير انتقائي وتقرير مخادع، لأن القضية الأساسية في اليمن هي قضية شعب بأكمله منكوب. نعم. بجميع شرائحه من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، الحضار والريف، وبالتالي لا يمكن أن ننسى الشعب المنكوب البالغ تعداده 25 مليون بإحصائيات عدد من الأطفال هنا وهناك، يعني النساء اللواتي يقتلن لا ليس لهن كرامة ككرامة الطفل، الشيوخ الذين يقتلون في منازلهم ليس لهم كرامة، المختطفون الذين يسلمون جثثا ميتة هامدة من الحوثيين أليس لهم كرامة؟ يعني في نهاية الأمر هو تقرير انتقائي مجتزأ يسفه العملية ويجعلها وكأنها نزاع بسيط في ركن من أركان الجغرافيا اليمنية، بينما اليمن كله حربا مشتعلة من أقصاه إلى أدناه. نعم، لكن وكل السكان يخضعون تحت تأثيرات هذه الحرب. نعم، لكن يعني جزئية الأطفال دكتور، يعني تعلم أن لهم مكانتهم الخاصة أمام المجتمع الدولي، وقضية طفل واحد قد تحرك العالم، ليست مسألة هؤلاء لهم كرامة وهؤلاء لا. دعني أعود إليك للنقاش، ولكن بعد أن ينضم معنا الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان من جنيف عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا اخت هاشه، بس انا من باريس مش من جنيف. من باريس، اذا سيعدل الشباب المكان. اذا الدكتور، كيف تتابع ادراج الامم المتحده للحكومه الشرعيه في قائمه او اللائحه السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال في اليمن؟ في الحقيقه ليس من الانصاف وليس من العداله ان يتم ادراج الحكومه باعتبار انه تجنيد الاطفال هو ليس سياسه ممنهجه لدى الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية وقعت في مع الأمم المتحدة على اتفاقية في 2014، ولولا على استراتيجية شاملة، ولولا الانقلاب لما كانت قد نفذت بشكل كامل في كافة الوحدات الأمنية والعسكرية. وقبل شهرين تقريبا استعدنا المبادرة واتفقنا احنا واليونيسف ان شاء الله، وخلال الأسبوع القادم ستكون هناك مشاريع جديدة في إطار إحياء هذه المبادرة من جديد. لكن سياسه تجنيد الاطفال لدى الميليشيات الحوثي هي سياسه ممنهجه، هي وكذا الامم المتحده نفسها في كل تقاريرها تشير الى ان اغلبيه المتجندين من الاطفال هم في صفوف ميليشيات الحوثي، وبالتالي ليس من الانصاف والعداله ادراج الجيش الوطني او الحكومه الشرعيه في هذه القائمه. نعم، إذا هل المجتمع الدولي يحمل الحكومة مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحررة حتى لو ارتكبها التحالف أو قوات الحزام الأمني أو قوات لا تتبع الشرعية، يعني بتوجهاتها أو بقوانينها؟ أي انتهاكات تحصل في المناطق المحررة هي واردة في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هناك تحصل انتهاكات من قبل مؤسسات الدولة المختلفة. كيف وأن مؤسسات الدولة قد دمرت من الأساس، مثال انقلاب ميليشيات الحوثي على شرعية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وبالتالي كان هناك صعوبة مكان إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد، وما صاحب ذلك من انتهاكات لبعض حقوق الإنسان التي ندينها بكل شدة ونعمل على معالجتها نحن في وزارة حقوق الإنسان ممثلة على الحكومة اليمنية، لكنها لا ترتقي بحال من الأحوال إلى أنها سياسة ممنهجة للدولة. لكن ما يحصل في مناطق الصيدة على ميليشيات الحوثي من عصر الحريات العامة والحقوق وسجن واعتقال واحتفاظ بكثير من الناشطين والناشطات والاقصاء القسري والتعذيب وزراعه الالغام، كل هذه الاشياء هي منهجيه متبعه من قبل هذه الميليشيات. ف يعني هناك فرق كبير بين الامرين، واي انتهاكات نحن سنعمل على حلها ومعالجتها بكل تاكيد، لانها ليست سياسه ممنهجه من قبل الحكومه اليمنيه. نعم، اذا التحالف جاء في قائمه المسؤولين عن قتل الاطفال حتى أنه بأرقام أكثر من الحوثيين، ما مدى دقة هذه الأرقام برأيك؟
والله نحن في حرب كبرى تسببت فيها بدرجة رئيسية هي ميليشيات الحوثي الانقلابية، وبكل تأكيد كل حرب لديها أخطاء، وهذه الأخطاء قد تصيب المدنيين، وخصوصا دائما ما يذهب ضحيتها الأطفال والنساء، وهي فئة الأقل ضعفا في النزاعات المسلحة. لكن دعيني أشير ما نحن متأكدون منه، أن التحالف جاء برغبة وطلب من الحكومة الشرعية اليمنية، وليس هناك هدف عمدي في مسألة استهداف الأطفال. هناك مراجعة مستمرة لقائمة الأهداف لدى التحالف، هناك فريق لتقييم الحوادث لدى قوات التحالف المشتركة، لكن القصد العمدي في هذه الأحداث أو في هذه الأخطاء هي لا تتوفر في تقديري، بينما تتوفر بكل تأكيد القصد العمدي حينما تم تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات وارتكاب الانتهاكات الستة الجسيمة في حق الطفولة من قبل ميليشيات الحوثي، وهي بكل قصد وبكل عمدية ترتكبها تقوم بتحويل المدارس إلى 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 مراكز لتدريب وتجنيد الأطفال، تقوم بعمل تشويه متعمد، تقوم بعمل تجنيد الأطفال وغيرها من هذه الانتهاكات. هذه هي أشياء ملموسة ولدينا الأدلة، والعالم كله لديه تقارير وأدلة عن هذا لدى ميليشيات الحوثي. وبالتالي هذا بشكل عام الضحية في النهاية هو طفل يمني. نحن كوزارة حقوق إنسان نعمل يعني نحاول أن نعزز أقصى حماية ممكنة للطفل اليمني، لكن الحرب حرب كبرى نتائجها مأساوية، ولهذا نتمنى أن تنتهي هذه الحرب قريبا وبزوالة أسبابها، وهو إنهاء الانقلاب وتطبيق مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاثة المتفق عليها. نعم، إذا هل هناك تبعات سياسية أو قانونية لهذه الخطوة دكتور، يعني إدراج الحكومة الشرعية في القائمة السوداء؟ ليس هناك في تقديري أي يعني أي تبعات، إنما هو جانب أخلاقي وإعلامي حينما يتم تصنيف في القوائم السوداء هذه، لأنه مبدأ الأساسي في القانون الدولي هو مبدأ السيادة، وعلى كل دولة أن تحترم سيادة الدولة الأخرى. نحن كحكومة شرعية منتخبة من الشعب اليمني بكل تأكيد هي من تحرص على حماية الشعب اليمني، هي من تحرص على الطفولة، هي من تحرص على النساء والأطفال، وبالتالي هي من تحرص على تحرير الحديدة اليوم من قبضة هذه الميليشيات واستعادتها للدولة وإدخال المواد والمساعدات الإنسانية إليها. هذا هو المقصد الأساسي. نحن لا ننكر أي انتهاكات تحصل، نحن نطالب كافة الأطراف التي تشارك في عملية عسكرية سواء التحالف أو القوات الجيش الوطني أو حتى ميليشيات الحوثي بأن تحترم الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل توفير أقل حماية ممكنة للإنسان اليمني في هذا الظرف الصعب. نعم، إذا دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، اليوم خبر في وكالة سبا يتحدث عن أن الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور الحكومة في حماية الأطفال، أليس هذا تناقض؟ كيف ترى ذلك؟ ربما هو تخفيف من وطأة التصنيف السابق بأن الحكومة طرفا في الانتهاكات، مع أنه الأطفال هم يخضعون للتجنيد من طرف الانقلابيين الحوثيين، وكذلك يخضعون للقصف في أحياء سكنية من الحوثيين، وكذلك يتعرضون للألغام من الحوثيين، أي أن والقصف الجوي الذي يتعرضون له بسبب أيضا رد فعل على حروب الحوثيين ضد المجتمع بأسره. يعني في نهاية الأمر وجدت الأمم المتحدة بأن تقريرها غير منطقي، وعادت لتجمل أو لتخفف من حدة هذا التقرير. طبعا التصنيف باللائحة السوداء لا يترتب عليه سوى إدانة، ليس أكثر من إدانة أو تشويه. نعم، إذن مؤخرا أيضا صدرت عدة تقارير دكتور تتحدث عن انتهاكات خطيرة يرتكبها أو ترتكبها قوات الحزام الأمني وسجون تديرها الإمارات في عدن ومناطق أخرى في الجنوب، ومع ذلك نفت الإمارات علاقتها بهذه السجون وقالت بأن الحكومة هي المسؤولة المباشرة أو الشرعي يعني المسؤولة عن كل شيء. كيف ترى يعني أو
كيف تعلق على هذا الأمر؟ نحن دائما نقول بأن الحكومة لا سلطة لها على الأرض، وأن الإمارات والسعودية هما من يمسكان بالقرار، وبالتالي عندما ترتكب الإمارات مثل هذه الجرائم سواء بالقصف الجوي أو من خلال ميليشياتها على الأرض، هي تحاول أن تبرئ نفسها من خلال التنصل وتحميل الحكومة هذه المسؤولية. إذن دكتور فيصل، ما زلت معنا؟ إذا مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب. يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة، والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أعود إليكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر الهاتف العميد حسن الشهري، الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. قائمة سوداء بمنتهكي حقوق الأطفال في اليمن، التحالف على رأس هذه القائمة بقتل 368 طفل وإصابة المئات، كيف تتابع ذلك؟ مع الأسف هو ليس التقرير الأول ولن يكون الأخير من الأمم المتحدة، وكما أشرت قبل قليل هناك تناقض. نعم. فواحد الأمين العام للأمم المتحدة يثني على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية وعلى التحالف، وطرف آخر منظمات تقتات على مثل هذه الأزمات تحاول أن تظهر من هذه التقارير السوداء تدل على سواد نياتهم. الأمم المتحدة أنا أعتقد أنها تتفق لقاء مندوب الأمين العام في الساعات القادمة مع فخامة الرئيس في عدن، لذلك لا بد من أن تلقي بحجر في المياه الراكدة، والغرض تشويش على الانتصارات الجيش الوطني والمقاومة في الحديدة وفي صعدة وفي مناطق أخرى. أنا أعتقد أنه مثل هذا الكلام لا نلقي له بال، ما تقدم السعودية والإمارات للشعب اليمني يفوق بأربعة أضعاف ما تقدمه كل دول المتحدة الذي صدر عن هذا التقرير. وأغاضهم أيضا أن السعودية تكسر استراتيجية غربية قامت على إبقاء الأقليات لحكم بعض الدول، منها محاولة إبقاء الحوثيين لحكم اليمن وإبقاء المنطقة على صفيح ساخن. مع الأسف هناك بعض الإعلام العربي يساهم في ذلك وسعيد مثل هذه التقارير، لأنه لا يملك إرادة أو يمثل دولة أو دولتين أو خلافه لا تملك الإرادة، يريدها أن تمتلك الشرعية حاليا القدرة والإرادة. ونختلف قليلا مع الدكتور فيصل، وكنت أتفق معه في كثير ما أورده عن الشرعية. الشرعية تمتلك إرادة، هي من أمر قواتها بتحرير الحديدة، هي من تنافع عن الشعب اليمني. استمعنا إلى معالي الوزير حقوق الإنسان قبل قليل محمد عسكر، وقد أجاد وأفاد، وهذا ما نحتاجه في الإعلام. لا، الإعلام لا يجب أن يتجزأ، مثل حقوق الإنسان لا يجب أن تجزئتها ولا نكيل مكيالين. فالأزمة اليمنية تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع للوصول إلى المتطلبات. نعم. إذن سيادة العميد، يعني بطبيعة الحال
الجميع يعرف ويتابع أن المتسبب الرئيسي هو انقلاب الحوثي لما يحدث، وهم يعني وهناك من يستنكر أيضا صدقية أو مصداقية الأرقام التي وردت، ولكن ذلك لا يمنع من وجود يعني قتلى في صفوف المدنيين بسبب قصف التحالف، خاصة وفي العام الماضي تم إدراج التحالف ضمن منتهكي حقوق الأطفال وكلهم ضحايا قصف طيران. لما لم يتم وضع خطة لتكثيف حماية المدنيين وخاصة الأطفال؟ في كل الأزمات الإنسانية والكوارث والحروب، سواء الحروب العادية أو حروب دون مستوى الحرب كما هو حاصل في اليمن، هناك انقلاب على الشرعية. التقى مثل هذه التقارير مع الأسف تأتي من طرف واحد، هذه الأرقام مشكوك فيها وغير دقيقة. المتسبب الرئيس في كل ذلك هو الانقلاب الحوثي مطايا إيران في اليمن مع الأسف. أيضا الممثلين المنظمات العالمية هم تحت إرادة الحوثيين في صنعاء، وهم من يعدل التقارير وترسله، بالتالي يبنى عليها، لا قيمة لها جوهرية ولا تؤثر على الدول. المملكة العربية السعودية وتقود التحالف شكلت فريق تقويم للحوادث، وهناك أيضا أهداف كثيرة بالآلاف لدى الطيارين بتجنبها، وإن كانت حتى أحيانا تكون أهداف عسكرية مشروعة ضمن القانون الدولي والقانون الإنساني، ورغم ذلك بعض الطيارين يعود بطائرته بحمولتها من قذائف وصواريخ إلى قاعدته لأنه الحوثي لاذ أو التجأ إلى منطقة سكنية أو إلى منزل. لا ننكر أنه هناك أخطاء، وإذا كان أخطاء التحالف يتحمل ذلك علنا، ولكن هذه الأرقام أنا في نظري أنها كاذبة بل صادمة وغير حقيقية. لم يتكلم الأمم المتحدة لم تتكلم عن ما قدمته المملكة العربية السعودية، وأنصفت المملكة العربية السعودية والإمارات ما قدمته بأكثر من 13 مليار دولار خلال السنوات الماضية. نحن والمملكة العربية السعودية لها مشاريع سياسية وإنسانية وأعمال إنسانية في اليمن من خلال مركز الملك سلمان يتجاوز في بعده الإنساني والاجتماعي العوامل العسكرية. الإمارات تساهم، الكويت تساهم، وساهمت الأمم المتحدة بكل دولها هي الأقل مع الأسف، ولكن هم الأكثر كلاما فقط. نعم، إذا هل نتوقع رد من التحالف على مثل هذا التقرير؟ يعني أرقام كما تقول صادمة، وضعكم أو وضع السعودي التحالف بشكل عام في قائمة أو القائمة السوداء، اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، كل ذلك لما لم يصدر رد حتى الآن؟ أنا أعتقد أنه بلادي ويعتقد التحالف مع 12 دولة أخرى و 11 دولة أخرى ألقت بكل ضغوط البيئة الدولية خلف ظهرها، ولم يعد مثل هذه الأمور. ولو كنت مسؤولا لما رددت عليها وتجاهلتها، لأن نقوم بأعمال أكبر وأجل من هذه الأعمال التي الانتقائية للأمم المتحدة ومع بعض مندوبيها الذين يقتاتون فقط على هذه الأزمات. الأمم المتحدة التي أصدرت القرار 2216 ووضعت الحوثيين انقلاب ميليشيات انقلابية وطالبتهم بتسليم السلاح ومغادرة المدن والعودة إلى وضعها الطبيعي، لا تناقش هذا الأمر وتكيل مكيالين، بل تضع الجلاد والضحية كما أشار الدكتور فيصل قبل قليل، تضع الشرعية والحوثيين في ميزان واحد، وهذا لا يجوز شرعا ولا عرفا ولا قانون دولي ولا إنساني. وبالتالي أنا أعتقد أنه تجاهل المملكة أو دول التحالف عن ذلك هو الاستصرار وتهميش مثل هذه الأمور التي ليس لها وزن ولا قيمة في هذه المرحلة. نحن قادمون على تحرير الحديدة، وبالتالي بتر الذراع الثانية والأخيرة للحوثيين في هضبة صنعاء، والحوثيون سيعودون إلى طاولة المفاوضات بمرتكزات السلام الثلاثة أو سيتم القضاء عليهم. هذا ما أراه أنا في المشهد العسكري. يعني أفهم من كلامك أن المعركة ماضية رغم كل الضغوط الدولية، ضغوط الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتقارير التي صدرت بالتزامن مع هذه المعركة؟ أختي آسيا، التحرير الحديدة واحد من الحلول في اليمن، وبالتالي الشرعية مستمرة، ووصلت قوات دعم مساء هذا اليوم لقريب منطقة العمليات، مناطق تجمع، وستنتقل إلى خطوط متقدمة وستقوم بأعمالها وسيتم تطهير الحديدة رغما عن أنف الضغوط العالمية، لأنه لا بد أن نحرر اليمن ونزيل هذا الحمل الثقيل على كاهل الشعب اليمني ويرجع اليمن إلى طبيعته. لا يمكن قبول الكهنوت في اليمن، ولا يمكن قبول الأيديولوجية في اليمن،
سيعود اليمن يمنا سعيدا، يمنا جمهوريا بأقاليمه الستة، رضي من رضي وأبى من أبى. نعم، إذا أستاذ سيادة العميد، يعني ماذا يترتب برأيك على هذه الخطوة الأممية يعني قانونيا وسياسيا؟ قانونيا لا يترتب عليها شيء، سياسيا نوع من التشويش والبلبلة ليس إلا لا تؤثر على الدول بحجم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والسودان والأردن والمغرب وماليزيا وباكستان المشاركة في وجيبوتي في مع الشرعية اليمنية والركن الأساسي التحالف حاليا. الشرعية اليمنية هي الأصل، وبالتالي الآخرين أصبحوا مساندين. فخامة الرئيس يمتلك زمام المبادرة الآن، هو من أمر قواته بالتحرك لتحرير الحديدة، وهم يبلون بلاء حسنا ويتجنبون أي إساءة أو قتل أي مدني، ولم يحصل ولم يذكر إلى الآن أنه تم استهداء مدني في الحديدة. وما يداع هنا وهناك وبعد تصوير في بعض القنوات المغرضة هي من استهدافات الحوثيين، والغرض هو الإساءة للتحالف. ومثل كلام مثل هذا الأمور أصبحت معروفة لدى الجميع ولم تعد لها قيمة أو مصداقية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن أشير الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الجبزي الدبلوماسي السابق من فرنسا. مساء الخير أستاذ مصطفى. مرحبا، مساء النور. أهلا بك. إذن ما هي قراءتك الأولية لهذا التقرير الذي وضع التحالف والحكومة الشرعية وقوات الحزام الأمني والحوثيين في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال؟ نعم، ليست هذه المحاولة الأولى، كانت هناك محاولات سابقة ولم يتم تصنيف التحالف. بالمقابل الكثير من الأطراف الأخرى خصوصا الحوثيين أو الميليشيات الحوثية أو القاعدة مصنفة ضمن القائمة السوداء لأنها ترتكب انتهاكات كثيرة. لا يزال الأمر ليس نهائيا، ينبغي حسب علمي التصويت عليه من قبل مجلس الامن، وهذه خطوه لاحقه، وبالتالي يمكن الخوض في مفاوضات قبل التصويت عليه. لكن التقرير يمكن النظر اليه او لحظه صدوره او لحظه الحديث عنه التي تتزامن مع معركه الحديده، ويمكن اعتباره ضمن الاوراق التي باستخدامها لاما ايقاف المعركه او لكف جناحها او ل الدفع بالتحالف أو الحكومة الشرعية للقبول بالعملية السياسية بالصيغة التي يراد بها حاليا. لكن مهنيا ينبغي أن نعترف بأن التقرير تحدث عن إحصائيات وتحدث عن أرقام، وأظهر أن التحالف كان متسبب أكثر بقتل الأطفال. هو ربما التقرير تحدث عن حالات تم التحقق منها، لا بأس من وجود حديث حول طبيعة الأرقام، إلا أن تصنيف التحالف في جزئية واحدة من جزئيات الحرب، هذه هي الإشكال. هناك انتهاكات كبيرة ودسيمة تصل إلى جرائم إنسانية، منها حصار مدن كاملة وبالتالي قتل مئات الأسر والآلاف، هذه لم يأخذ بها بالحسبان. والنقطة الأخرى هي تجنيد الأطفال، وهناك كارثة كبيرة وواضح للعيان جدا أن الحوثيين ارتكبوا هذه الجرائم، منها أيضا جرائم زرع الألغام، وهذه جريمة جسيمة. لنقول أن التقرير مناورة سياسية. ما الذي تهدف منه المناورة السياسية كما ترى؟ هي الدفع بشرعية من وراء التحالف بالقبول بخطة السلام التي تقترح حاليا وإيقاف معركة الحديدة. يعني اسمح لي، يعني هل الدفع اللي التحالف والحكومة الشرعية، ألا يجب أن يتم الدفع بالحوثيين حتى يقبلوا؟ أتوقع أن الضغط يمارس على كل الأطراف، لكن إيقاف الحرب بهذا الشكل المباغت ربما يخفف معاناة إنسانية، لكنه لا يمثل معالجة حقيقية لمشكلة اليمن ولا لاستعادة الدولة. العكس ربما يؤجل القتل أو المعركة إلى مرحلة لاحقة، لأن دون سلام عادل شامل لا يمكن أن تتوقف أن يتوقف الاقتتال في اليمن. نعم، إذا يعني بهذا الشكل أستاذ مصطفى، أن توضع الحكومة الشرعية، يعني التقرير السابق وضع التحالف والحوثيين في لائحة اللائحة السوداء، ولكن هذه المرة أضيفت الحكومة الشرعية، هل هذا الأمر يعد منطقيا
خاصة إذا ما تأكدنا أو عرفنا أن الحكومة لا تسيطر تماما على الأراضي المحررة؟ من ناحية منهجية يتم إعداد التقارير وفق عدد الضحايا والتحقق منهم والذي اشترك في قتلهم. ينبغي أن ندرك جيدا بأن التحالف يوظف آلة عسكرية ذات قدرة استناريه كبيرة، وبالتالي الخطأ الذي يمكن أن يحدث عن طريق الطيران فإن نتائجه تكون أكبر قياسا بالأدوات التي يستخدمها الحوثيون. ولهذا وإن كان هناك خطأ أو اثنين لأن النتيجة المباشرة للقاتل تكون كبيرة، خصوصا أن هناك قاتل يخرج، هناك عمليات تكون تطال لأعيان مدنية، وبالتالي تكون نتائجها كارثية وكبيرة. ما يمكن أن يؤخذ هو أن المجلس أو المتحدة اعتمدت جزئية من جزئيات كثيرة في الحرب، وعلى ضوئها يتم التصنيف. الحرب تؤخذ برمتها من ابتداء من الذي فجر هذه الحرب وكل الأدوات ونسبه للدولة والعبث وحالات حرمان الناس وحصار المدن. هناك كثير من القضايا يمكن أن تؤخذ، أخذت جزئية واحدة وعليها تم البناء. لا أتوقع لا يزال هناك مجال كبير للدبلوماسية أن تشتغل وتعالج هذا الأمر. نعم أستاذ مصطفى، يعني من خلال ما نتابع مثلا الحوثيون يجندون الأطفال بالألاف، كثير منهم يتم أسرهم، شاهدنا العديد من الفيديوهات لهم أيضا وهم يحكون قصصهم، اختطافهم من ذويهم وإلحاقهم بالجبهات. بالعكس تقوم الحكومة برعايتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المدارس والإفراج عنهم أيضا ولقائهم بأهاليهم. كيف يتم مساواة الحكومة بميليشيا الحوثي برأيك؟ التقرير في هذه اللحظة قد يكون في ذو حدين. صحيح أنه ربما يحول دون قتل الأطفال، لكنه بالمقابل يجرم طرف يساعد كثير في الجانب الإنسانية ويعمل على سعادة الدولة، ولولا دعمه لكانت اليمن وصلت إلى حالة أسوأ مما هي الآن إليه بكثير. هذه واحدة من إشكاليات التقارير التي تعامل مع الأمور بشكل مجزأ دون الأخذ بشموليته. لولا المساعدات الإنسانية التي يقدمها دول التحالف لكان البلد انهار وتمددت القاعدة وصرنا في حالة أسوأ مما هي بكثير جدا. نعم، ماذا عن يعني خبر الوارد في وكالة سبا الذي يتحدث عن أن الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور الحكومة والتحالف في حماية الأطفال، يعني ما هذا التناقض؟ تقرير يصدر ليضعهم في قائمة اللائحة السوداء والأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدورهم. لنعتبرها رسالة بأنه يمكن معالجة الأمر، هكذا أفهم الأمور. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الجبزي الدبلوماسي السابق، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. وأعود إليك دكتور فيصل الحذيفي، ونعتذر منك لهذا الخلل. برأيك دكتور فيصل، يعني لما لم يصدر عن التحالف والحكومة أي ردة فعل حتى الآن؟ الطرفان يعتبران بأن التقرير غير موضوعي وأنه لا يستحق الرد، لأن موضوعيا العدالة الدولية كانت تقتضي أن ترفع الأمانة العامة توصيتها إلى مجلس الأمن بمخاطبة محكمة الجنايات الدولية بتسمية الجنات لمحاكمتهم، لأن المجرم هو مجرم شخص، الفاعل يمكن إحالته إلى المحكمة. مجلس الأمن له صلاحيات أن يخاطب محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة المجرمين من جميع الأطراف بما فيها الحكومة، إذا استطاعوا أن يحددوا من هو المتسبب بقتل الأطفال والنساء وهذا الدمار الموجود في اليمن. ولكن هم ذهبوا إلى 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 كتابة تقرير لمجرد إدانة وتشويه للحكومة ومساواتها بالانقلاب، وكأن الطرفين متساويين، وهذا خطاب دأبت عليه الأمم المتحدة للأسف، وهو خطاب خاطئ، لأنه هناك انقلاب وهناك حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة نفسها، فكيف يمكن المساواة؟ نعم، كيف قبلت الحكومة منذ أول تساوي دكتور فيصل؟ يعني أنت قلت بأنها دأبت الأمم المتحدة، يعني أنها استمرت في قول أو في هذه المساواة مرارا وتكرارا حتى على مستوى الجلوس على طاولة الحوار. قبلت الحكومة أن تجلس مع مجرد ميليشيا انقلبت عليها، يعني أليست الحكومة هي من تضع نفسها في هذا الموضع وتوافق على أن تتساوى مع ميليشيا؟
الحكومة ارتكبت خطأ فادحا من اليوم الأول حينما سلمت زمام السلطة والسيادة لدول التحالف، وبالتالي لم يعد بمقدورها أن تتدخل أو أن تبدي اعتراضا دون أن تتشاور مع دول التحالف. يعني نحن الآن نرى بأنه الحكومة على الأرض لا تستطيع أن تصدر قرارا أو تعين مسؤولا أو تغير وزيرا دون أن تتشاور مع الإمارات أو الرياض، ولا لها صلاحية كاملة حتى في الخطاب الإعلامي. ربما حصل هناك مشادات أدى إلى نوع من التسوية الغير معلنة بين الحكومة والإمارات، ولكن الإمارة التقطت هذا الفعل من أجل تبييض جرائمها على الأرض باسم الحكومة، وكذلك من أجل المضي قدما في تحرير الحديدة تحت سطوة الإمارات بإذن من الحكومة الشرعية. يعني لم تأخذ من الحكومة الشرعية غير الإذن، لكن قرار الجيش الوطني بيد التحالف، قرار الحكومة على الأرض بيد التحالف، الإغاثة، الأموال، الاستيراد، التصدير، بما في ذلك النفط. الحكومة اليمنية غير قادرة على تصدير النفط من أجل تحقيق ميزانية تشغيلة لإدارة الدولة. يعني هم وضعونا للأسف في موقف لا نستطيع أن نشكرهم عليه. عليهم أن يعيدوا علاقتهم الجيدة مع الحكومة حتى تحقق الأهداف بشكل شفاف وواضح. نعم، ولكن يعني طالما الحكومة صامتة حتى الآن، يعني هي لديها الحق ولكنها لا تطالب به، هل ننتظر من الآخرين أن يعطوها هذا الحق دكتور فيصل؟ خاصة وفي نهاية الأمر هي تشرك مع التحالف في الانتهاكات التي تحدث للأطفال وللمدنيين. في نهاية الأمر طالما أنت موافقة على ما يحدث فأنت شريكة. حتى نكون واضحين، نسمي الأشياء بمسمياتها. أنا قلت أكثر من مرة لا يوجد حكومة في اليمن، يوجد فريق حكومي يتبع الرئيس عبد الرب منصور هادي. الرئيس عبد الرب منصور هادي هو السلطة الشرعية الممسك بجميع السلطات، وهو الذي يقرر، وهو الذي سمح بهذا التدخل، وهو الذي لا يستطيع الآن أن يدخل بمجابهة مع دول طلب منها التدخل لاستعادة الدولة. لا يمتلك من المقدرات الكفاية التي تجعله يتخاطب مع هذه الدول ندا لند، لأنه يعلم أنها لن تستجيب له، أي أنه بيفتح صراع آخر وهو غني عنه، وبالتالي هو الآن يمضي صامتا إلى حين تنفرج الأمور. ربما تتعدل سياسته في قادم الأيام إذا تغيرت معادلات السياسة على الأرض، وهذا جزء من الاحتمال لا أكثر. نعم، إذا هل تجد أن التحالف والشرعية حين لم يردوا على هذا التقرير هم ماضون في تحرير الحديدة رغم كل الضغوط التي تقف أمامهم؟ ونحن نعلم ونتابع كم من المرة حاول التحالف تحرير الحديدة ولكن يعني من شدة الضغوط يتم التوقف. إلى الآن المؤشرات على الأرض لا يوجد ما يبرهن على أن هناك قرار جاد في تحرير الحديدة. هناك ضغوطات تدفع بالجهات الأممية وكذلك تدفع بالحوثيين إلى الاستسلام أو إلى التسليم، وهذا غير ممكن، لأن الانقلابيين ليس بمقدورهم أن يسلموا رقابهم إلى قرار مجلس الأمن 2216، والمبعوث الأممي يريد أن يحقق اختراقا سياسيا لا أكثر، لأنه لا وجود لأي حل سلمي في اليمن دون أن يستجيب الحوثيون للاستسلام عبر القرار 2216، بمعنى إطلاق المختطفين، تسليم السلاح، الخروج من المدن، عودة السلطة الشرعية. هذا قرار صدر بموجب الفصل السابع، بموجب الفصل السابع تحت البند السابع في مجلس الأمن. يعني هناك مغالطة واضحة، إطالة أمد الحرب في اليمن لن تفضي إلى تحرير قريب ولن تفضي إلى إنهاء المشكلة بشكل سريع. الحديدة كل المؤشرات تفضي إلى أن هناك دلائل ألا تحرير بالأفق،
والكارثة ستقع على المدنيين، لأن الخطة الموجودة على الأرض غير واضحة. الخط الرسمي داخل المجمعات السكنية الذي يمر من حيس وزبيد والقراحي بيت الفقيه والمنصورة غير محرر. المناطق الجبلية شرقا التي تحمي هذه المناطق المحررة غير محررة. النازحون لم يجدون مجالا للانتقال إلى المناطق المحررة، وإنما ذهبوا إلى إب وصنعاء. أي أن لا يوجد خطة حقيقية تعطي على الأقل ثقة للسكان المدنيين أن ينتفضوا للتحرر من سطوة الانقلابيين. هناك شك كبير داخل اليمنيين سواء في المناطق المحررة أو في المناطق غير المحررة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وشكر لكم مشاهدينا الكرام بحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.